بهذه الخطوات المتثاقلة يشق المبارك دنداني طريقه من منطقة العرقوب الأحمر بولاية الجلفة متجها نحو المدرسة القرآنية الإمام ورش التي تبعد عن مقر سكنه بحوالي 14 كيلومترا لتعلم القرآن الكريم وعلومه. بدايتي مع القرآن الكريم منذ الصغر كنت أتعلم كتاب الله، بالنسبة لي لم تكن الإيمان لم بالعكس، وأقطع مسافة كثيرة لا أبالي إليها تمام من أجل حفظ كتاب الله. زاد في السبيطار، توفات أمه في السبيطار، ومن السبيطار ديت وأنا ربيت ابن خويا، ها هو دخل في الجمعية تاع القراية، قعد يقرا في القراية تاع القرآن، روح يقرا الهيتين يمشي من روح يقرا كل حال، ربيناه تربية يعني حسنة، هذه اللي درناها في خاطر ربي سبحانه وتعالى. المبارك تحدى صعوبة النطق والإعاقة بدعم من عمه الذي تربى في كنفه، ومعلمه الذي لقنه كتاب الله، ومدير المدرسة القرآنية الإمام ورش الذي فتح له الأبواب لتكلل رحلة عامين بحفظه لـ30 حزبا من القرآن الكريم. كثير من يعني الشباب ليلتحقوا بحفظ كتاب الله عز وجل، طبعا إرادته كانت حتى في وقت انقطاع الدراسة بسبب جائحة كورونا، حيث كانت يعني يستعمل الهاتف للاتصال بمعلمه من أجل الاستمرار في الحفظ، وتمكن بفضل الله سبحانه عز وجل يعني للوصول إلى هذه النتيجة. هذا الشاب جعل من الإعاقة مجرد صفة ليكون بذلك مثالا يحتذى به، وهو اليوم بحاجة للدعم المادي والمعنوي لمواصلة طريقه.